طيب دكتور اشرف، يا حضرتك اشرت النقطه مهمه جدا وهي فكره التعاون لا الصراع. يعني قدرت مصر المره دي ان هي تقطع الطريق على اي اطماع، مش ب يعني استخدام القوه ولا بالتلويح بتهديد عسكري او ما شابه، لكن بمشروع ايجابي عملي عظيم استثمر غلو المشروع الاخر اللي كان هينقل الغاز من اسرائيل لقبرص لأوروبا. لا، احنا عملنا بقى مشروع اخر ايجابي، وبقت هذه المنتجات من الغاز تيجي مصر الوحيدة في المنطقة اللي عندها امكانيات التسييل واللوجستيات الخاصة بإعادة تصدير ده مرة اخرى لليونان ومنه الى اوروبا. خليني اسأل حضرتك عن ملف مثلا زي ملفات حقوق الانسان. كيف تستطيع الدولتين مهمين زي اليونان وقبرص ان هم يحملوا وجهة نظر مصر التي تقدم كثيرا الحقيقة وتطورت فيها كثيرا ملفات حقوق الإنسان إلى الاتحاد الأوروبي اللي مازال مستمر في أنه يلعب بهذه الورقة للضغط وعدم الدخول بقوة في استثمارات مع مصر بهذه الحجة أن مصر لا تحترم حقوق الإنسان؟ طبعا النقطة الأولانية هو رؤية الرئيس فتح السيسي ان هو جهز البنية التحتية المصرية لان هو يكون عندنا هاب او مركز للغاز المسال. ده تكلفة بتتجاوز المليارات، فكانت طبعا في رؤية طبعا معدة مسبقا لان تكون مصر تنافسية وتفتح فرص للعمل. استخدام ورقة حقوق الانسان كما حضرتك اشرت هي ورقة بتستخدم كجزء من اجندة السياسة الخارجية للضغط على بعض الدول. يعني الفكرة الأساسية هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤول عن حماية المصريين وأمنهم. فكرة أن أنا أضحي بأمن مصر في مقابل بعض الانتقادات التي تأتي لتعطي سماح أو مجال لمن يتاجرون بالدم والقتل وتقسيم المجتمع المصري، هذا أمر غير مقبول ولن يقبل أبدا من القيادة السياسية المصرية ومن عقيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا في استراتيجية وطنية انشئت في استكمالها باعتبار ان ملف حقوق الانسان هو مصان بالدستور المصري وبالقانون المصري. وانا افتكر يعني ان المواطنين العاديين اللي زيه زي حضرتك، ما احنا بناخد حقوقنا بشكل مشروع باعتبار ان احنا لا نتجاوز عن القانون، ونقدر ان احنا نروح عملنا في الجامعة او تروح يعني عمل حضرتك في الاستوديو او يعني فكرة اللي بياخد حقوق الانسان كمتاجرة لأعمال سياسية إرهابية تخريبية اللي يعني بث عدم الاستقرار في المجتمع المصري لا يمكن ان يقبله رئيس الدولة. وبالتالي هو اعلن في قمة المؤتمر بان الانتقادات التي تأتي يعني لعمل سياسي ينتقد جمهورية مصر العربية. مصر محايا طبعا دولة ذات سيادة، يجب الحفاظ على سيادة الدولة وعدم الانتقاص منها. وهذه الانتقادات أنا أفتكر أنها انتقادات يعني سيئة السمعة وكانت تستخدم في تسعينات القرن الماضي، ولكن الدولة المصرية يعني الآن تقدم استراتيجية مبنية وفي شفافية في عرض الأمور. ولكن يعني اسمح لي، أنا لن أقبل كمواطن أن يأخذ مواطن يعني بعض التسهيلات في حقوق إنسان وأرى أنه يحمل سلاحا ضد جيشي أو ضد شرطتي أو ضد أمن جاري، فأمر لا يمكن أن أقبله. يعني هذا ليس حق إنساني. ففكرة النقد يعني يجب أن تكون يعني مشروعة على أساس منضبط وفي مؤسسات يعني يلجأ إليها المواطنين. لكن فكرة أن أنا سياسات لدول خارجية تقدم نقدا غير منطقيا مبني على تقارير مفبركة في بعض الأوقات أو معلومات خاطئة، ده أمر لا يمكن أن نقبله لأنه يهدد طبعا إذا ما تساهلت الدولة المصرية يهدد استقرار المجتمع المصري. فأنا أفتكر أن اليونان وقبرص والمجر والتشيك وسلوفاك وبولندا وكثير من الدول المتفاهمة للوضع في مصر تنقل رؤية دقيقة جدا للأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمجتمع الأوروبي. وأنا أفتكر أن الأمور واضحة جدا بشفافية كبيرة
لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يطلب دائما التحاور والحديث دون جبر، يعني دون إجبار على الدولة المصرية، لأن هذا يقلل من سيادتها، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يقبله رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأيضا دون جبر على الأطراف الأخرى إن هي تؤمن بوجهة نظر مصر أن حقوق الإنسان الأساسية هي الحق في حياة كريمة والحق في العلاج وفي التعليم وفي الصحة وفي مسكن آمن وفي بيئة نظيفة. ودلوقتي الحمد لله لما اشتغلنا ولما تعبنا أصبح اللي بش يتعاون معانا هو اللي خسران، فبقوا بيدوروا على حجج عشان العكس مش عشان ما يتعاملوش معانا. دكتور أشرف حضرتك نورتنا، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، شرفت بجد يعني. شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية والعلاقات الدولية بجامعة بورسعيد. بشكركم مشاهدينا، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة. تصبحوا على خير.